السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم عبر منصة رواق المعرفة. أنا سعيد البصير، أستاذ الكيمياء التحليلية بجامعة ذبر اليمن. يسعدني أن ألتقي بكم عبر هذه السلسلة من الفيديوهات التعليمية التي سأتطرق فيها إلى عدد من الموضوعات الكيميائية التي تهم كثير من التخصصات. طبعا السكر زيادة شوية، ولكن حتى لو أضفت سكر أكثر فإن التعبير الوحيد الشائع الذي يمكن أن أستخدمه هو كلمة سكر زيادة. لكن علميا لدينا كثير من المصطلحات العلمية والتعابير الرياضية التي من خلالها نستطيع أن نعبر بدقة عن كمية السكر الزيادة في هذا المحلول السكري. لدينا المولارية والعيارية والمولالية والنسبة المئوية وكثير من التعابير الأخرى الشائعة التي نستطيع أن نعبر بها عن كمية تركيز محلول كيميائي معين، وكيف نستطيع أن نحول من تعبير إلى آخر ومن تركيز إلى آخر. هذه السلسلة أو من الفيديوهات والتي تتكلم عن تحضير المحاليل الكيميائية مهمة جدا للكيميائيين وللصيادلة ولأخصائي المختبرات ولكثير من تخصصات علوم الحياة والفيزياء، لأن مهارة تحضير المحاليل الكيميائية والتعبير عن تراكيزها وكيفية حل المسائل المتعلقة بها تعتبر من المهارات الأساسية لهذه التخصصات. يسعدني أن أتلقى استفساراتكم وتعليقاتكم وألتقي بكم عبر هذه السلسلة وسلاسل متجددة إن شاء الله، وإلى اللقاء.